يسعد لي اوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. فيديو اليوم تقريبا فيكم تقولوا انه مخصص لاطفالكم، لانه راح اخذكم بجوله على فعاليه من فعاليات موسم الرياض بحي الديره وبالاخص شارع السويلم. بالصدفه من يومين شفت على التيك توك فيديو مصورين كيف عم يزبطوا شارع السويلم ويعلقوا اعلام ويحطوا فيه العاب. وانتم مثل ما بتعرفوا انه شارع السويلم مخصص هو بالاساس للالعاب والتحف والهدايا، فهن عم يزبطوا ويحطوا العاب خارجيه كمان. يعني عن جد هو المكان مناسب لاطفالكم حتى ينبسطوا ويغيروا جو، خاصة انه بهالفعالية مسكرين الشارع، ممنوع تدخل السيارات، وحاطين كمان العاب وشغلات ترفيهية للاطفال. حبيت صوركم شوي من الطريق لانه كتير بلاقيه حلو وبيشبه شوي شوارع الشام. انا كل ما بنزل على هالمنطقة بتذكر بلدي، سبحان الله بحس هيك انه نفس العمار تقريبا، فبتروحن وباخد طاقة ايجابية وبرجع على البيت، وخاصة انه هلا بلش الطقس يصير حلو والحرارة تنزل، يعني مقبول كتير انه الواحد يتمشى بالاسواق القديمة ويشوف التراث الأصيل. هي تعتبر منطقة قصر الحكم القديم. يلا وهلأ هون وصلنا على شارع السويلم. طبعا الدخول مجاني بس بيعطوك إسوارة زرقاء بتلبسيها بإيدك مشان يضبطوا عدد الناس وما يصير في زحمة جوا. هالفعالية مدتها من 30 أكتوبر ل 9 أبريل، كل سبت بتبدأ من الساعة 4، بس لازم تحجزي التذاكر من تطبيق تيكت ميكس. مثل ما شايفين انه الشارع من الاساس هو مخصص للالعاب، طبعا ابنك او بنتك شو بدهم احلى من هيك مكان، انه بيحتاروا شو بدهم يعملوا، يروحوا يلعبوا بالالعاب الجماعيه ولا يروحوا يشتروا العاب وهدايا وشغلات حلوه لهم. يعني اذا انا الكبيره وفتت على المحلات وتفرجت لشوف شو في عندهم شغلات حلوه والعاب لبنوتي، فما بالك هو الطفل الصغير، والله عقله ما عاد يستوعب. هون عاملين سكشن للرسم والتلوين، وفي مشرفات كمان بيساعدوا الأطفال، حتى هون بياخدوا عدد معين من الأطفال مشان ما يصير في زحمة، وبس يخلصوا بفوتوا أطفال غيرهم. كله شي منظم ومرتب وما أحلى والله. كمان حاطين ألعاب خارجية وفي تحتهم اسفنج مشان لا سمح الله إذا الطفل وقع تجي الوقعة خفيفة عليه. كله مدروس ومنظم، في كتير ألعاب بيلتهى الطفل فيهم وبينبسط. حتى في كراسي محطوطة على الطرفين إنه بين ما يلعب الطفل أهله بيرتاحوا شوي. ومشان الأكل كمان لا تهكلي هم، لأنه هن عاملين حسابهم بكل شي، حاطين عربيات بتبيع برجر وكمان في كوفي وآيس كريم. حلوة كتير هالفعاليات لأنه الحمد لله بلشت الحياة ترجع طبيعية من بعد الكورونا. ألف الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، الله لا يحرمنا ياها يا رب.
والله يرفع الوباء نهائيا عن العالم. وفي هون كمان عاملين مسرح، رح يقدموا مسرحيات للأطفال. بالفعل فعالية متكاملة، ألعاب ورسم وتلوين ومسرح كمان. والله يجبدون أولاد أحلى من هيك. وهلأ رح تتفاجأ أنه رح أعملكم برمي بمحل تحف وهدايا الشرقية. ما بقدر أنا أشوف محل عنده أغراض بيت وما أفوت أتفرج وألقي نظرة على الأغراض اللي عنده. لأ بحس المحل هيك بعدين بيزعل مني. معقول أمره وبدون ما أتفرج؟ لا لا ما بصير، مشان هيك أنا حفوت ألقي نظرة بس بدون ما أشتري شي. وهلا من بعد ما خلصت برمتي بالمحل حرجعكن على الفعاليات حتى ارجيكن شو كمان عاملين. جايبين كلاونز عم يوزعوا بولين على الاطفال، وكمان حتشوفوا بالفيديو في ناس عم تعمل العاب خفة حلوين بالنسبة للاطفال لانه هيدا شي جديد عليهم. وبهيك بتكون خلصت جولتي معكم لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نطروني بفيديوهات جديدة ولا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اذا بعدكم ما اشتركتوا. بأمان الله حبايبي، باي باي.